السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم. اليوم جبت لكم واحد الوجبه اللي خفيفه ظريفه على قلوبكم. دجاج طيب بلا ماء بلا زيت، كيطيب في الكوكوط في واحد المده اللي وجيزه، ورق معها واحد شويه البطاطا مشرمله في المقله، تجي يا سلام. عصير ديال الليمون كنرافقو مع لي كلاصون ديال الليمون. تبقاو معايا دوزو الطريقه وما تمشيو فين. الوغ اشنو كنحتاجو لهاد الوصفه؟ عندنا هنا الدجاج، هنا اي ما كنعطيش هنا لي كونتيتي على حسب نتوما الاستطاعه. انا عندي هنا واحد الفريضه ديال الدجاج وواحد القطعه ديالو. انا هادو بطبيعه الحال انا الدجاج تنغسلو على قوامو وكنرقدو وكندير له واحد شويه ديال اللقامه وتنخشيه في الثلاجه. ملي كنجبدو عرفتي ملي كطيبو كتحصل على واحد النسمه رائعه. بالنسبه للغسيل راكم عارفين الحامض والملحه، وكترقدو في الحامض والملحه كتبقى واحد المده عاد كنغسلو منها. ملي كنبغي نخشي الكونجيلاتور كندير فيه عليقه معاديه، شويه البزار شويه الخرقوم الملحه بلاش، وتنخلطهم مزيان وتنخشيهم في الفريكو. ملي تتخرجوا وتطيبوا ما نقول لكمش على واحد البنه كتكون فيه، يا سلام. الو عندنا هنا واحد تقريبا هنا الفخيضات، راه شينا شي ربعه الفخيضات ديال الدجاج، واحد وهذا الطرف ديال حتى هو. الو شنو كنضيفوا عليه كتوابل؟ عندي هنا كندير بيسكو ما كايناش الملحه، تندير غير الملحه والزبده كنستعملوها، وهنا واحد الاعشاب منسمه الا كانت عندكم متوفره، ما كانتش ما كتحتاجوش كديروا غير شويه الزعتر. الو نضيفوا على بركه الله في الطريقه. الو هنا في الطنجره ديك ناخذوا طنجره ديال الضغط، كنشدوا هاد الزبده اللي قلت لكم عليها، كنحاولوا ندهنوا بها هاد الطنجره ديالنا مزيان كتشوفوا. غادي نغطيوها مزيان القاع ديالها والجوانب بهذه الطريقة كنغطيو قلت لكم القاع ديال الطنجرة والجوانب ديالها بهذا الشكل. الو من بعد غادي نحطو الدجاج ديالنا بهذه الطريقة شوفوا الشكل صافي. كنحطو بهذه الطريقه، كنضيفوا عليه اضافات، قلنا الملحه ملحه على حسب نتوما شحال كتبغيو، شويه ولا قليله. تنضيفوا الاعشاب المنسمه، الا ما توفروش عندكم كديروا شويه ديال الزعتر كافي، ولا عندكم المعدنوس مطحون حتى هو تيجي رائع، الكمون تيجي تا هو رائع. صافي غادي نسد عليها. الوغ دابا انا حطيتها فوق البوطه، درتها على درجه متوسطه. ملي كتبدا تصفر كنشدو كنهزو الكوكوط وكنبقاو نحركوها مزيان ونحطوها فوق النار عاوتاني تدوز واحد 5 دقائق، نهزو الكوكوط ونحركوها ونحطوها. الا كان عندكم دجاج صغير راه ما كيتشدش ليك الوقت بزاف، يعني راه يعني نقول لك 10 دقائق راه طاب، كان شويه كبير 15 دقيقه. انا غنخليوه 15 دقيقه ايوا ما حدكم نتوما كتحركوه باش ما يلصقش يكون في القاع وكتكونوا هانيين نتلاقاو لين يطيب لينا الدجاج. الو هنا عندي 4 البطاطات قطعتهم وسلقتهم وخليتهم تنشفوا مزيان. الو غادي نضيف عليهم بالنسبه للتوابل، عندي هنايا الربيع، معلقه كبيره ديال الربيع، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الثومه بودره، ما عندكمش بودره كديروا الثومه العاديه، معلقه صغيره ديال البابريكا. وبالنسبه للملحه عندي معلقه صغيره ديال الملحه، حيت انا ما درتش الملحه في البطاطا ديالي ملي كنت كنسلقها. والزيت، الزيت غادي نديروا راك عارفين شي 2 معالق كبار ديال الزيت. الوغ ندوزو للطريق. انا هاد التوابل اللي عطيتكم على حسب هذوك البطاطات كاملين اللي درنا. الو الا كانت عندكم مقله صغيره هذيك نص التوابل، التوابل كتقسمهم على جوج وكديروا بشويه بشويه. انا بيسكو عندي المقله كبيره، غتهز لي هاد البطاطا كامله، هاد 4 البطاطات كامله. هنا غادي نرمي عليهم البطاطا. نحاولوا في هاد الاثناء نتفاداو ونستعملوا المعلقه ولا هذا، باش علاش؟ حيت كانت البطاطا، حيت انا نورمالمون البطاطا ملي نبغي نسلقها ما قلتش لكم هذه سمحوا لي، البطاطا ملي تسلقوها ما تخليوهاش تسلق حتى تعجن، سلقوها وتخليوها باقا شاده في راسها.
باش ملي تدوزو لهاد المرحله ما تعجنش ليكم، تبقى في الفورمه ديالها. كنحاولوا بهاد الطريقه نحركو غير بهاد الطريقه حتى كتشرب هذيك لاصوص كامله ونخليوها حتى كتبدل اللون ديالها. فوالا كنحاولوا ما امكن قلت لكم ما نستعملوش الايادي ديالنا، كنديروها بهاد الطريقه باش كتبقى شاده لا فورم ديالها. تعالوا نتلاقاو. فوالا هذا هو الشكل الاخير ديال الوجبه ديالنا الدجاج. شوفوا كيفاش كيجي عن قرب، نوري لكم عن قرب. ما تحتاجوش تخشيو في الفران نهائيا، كيجي محمر كيجي رائع. رافقتو مع واحد الصوص ديال لا موطارد والمايونيز، درت معهم واحد الرشيشه ديال البزار. والبطاطا ديالنا شوف كيفاش كتجي، كتجي محمره. شفتيو؟ كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وضروري واحد لو جو، انا درت واحد لو جو دورونج، كندير معاه لي غلاسون، لي غلاسون ديال لورونج. كنشد الليمون كنديرو في الثلاجه، راك عارفين كنديرو في هذيك لابواط ديال اللي كنديرو فيها المثلجات هادي. شفتي راه باقي فيها هاد، يلاه خويته تنديرو في الفريغو وقت ما بغيتو، وقت ما بغيتو تناخد منه وتنديرو في العصير ديالك بهذه الطريقه. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لوليداتكم، راه بتوها تقدروا ديروها في وجبه الغداء ولا العشاء. الوغ بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.